النظر إلى الحرام. لما تخلو بنفسك، قال جاءوني بشاب قد توفاه الله وعلى يده لفافة، على يده لفافة، قلت تنزعوها؟ قالوا لا. قلت لابد. فنزعوها وإذ بيده ماذا؟ ريموت، ريموت بيده، وقد تجمدت يده بهذا الريموت. قلت ما الخبر؟ ما بال هذا الشاب؟ قالوا دخلنا عليه وقد توفاه الله وهو ينظر إلى فيلم إباحي، فقبض الله روحه على ذلك. جاءه ملك الموت الذي لا يستأذن بالدخول لا على الصغير ولا الكبير، ولا الغني ولا الفقير، ولا الرؤساء ولا المرؤوسين. جاءه ملك الموت فقبض روحه وهو ينظر على وهو ينظر إلى الحرام، فمات على الحرام ودفن في الحرام ويبعث على الحرام. هذه عاقبة النظر إلى الحرام.